طب ست سناء بقى قولي لي، جيرانك نعم. بعد الزياره دي بقى ايه اللي حصل؟ يعني ايه والله جيرانك كله بقى؟ فرحان، والله كله فرحان وعمال يبارك لنا والف مبروك، كله فرحان. هو بصراحه ما كسرش خطر حد ابدا، ده حتى الاطفال الصغيره كانت بتجري عليه تحت في الشارع ما يخش حد، وكله كان بيبوسه ويحضنه. وست كبيره قالت له نفسي اسلم عليك يا ريس، قال لها حاضر انت طالع. راحوا نزلوها شويه كده وهو والله يسلم عليها وما رضيش يكتفها. طب ولادك بقى قالوا لك ايه بعد زيارة سيادة الرئيس؟ والله كله كان من كتر المفاجأة برضه السعادة، مش يعني مش لحد دلوقتي الواحد ما كانش يصدق. والله لا كله كان فرحان، كله كان فرحان، ودي حاجة اتسجلت خلاص في التاريخ، ومش يعني تبقى معنا العمر كله بإذن الله. طيب مساعدتكم دي بالدنيا يا ست سناء اه والله. طبعا طبعا، ده هو زيارته لينا امبارح، انا والله داخل من باب الشقة انا فعلا عمالة اسأل نفسي انا صاحية مش مصدقة. طيب بس الحمد لله والله، وشرفنا وشرف الدنيا كلها والله امبارح بزيارته لينا.